نتكلم شوية ايه اللي احنا بنعمله، لانه فيه يمكن احيانا بيبقى عدم فهم او عدم تواصل سواء ما بين الوزارات وكل المهتمين بهذه الصناعات. احنا في خلال الفترة اللي فاتت، السنة اللي فاتت يمكن بالتحديد، قدرنا ننزل الواردات المصرية لحوالي ب7 مليار دولار، وزادت الصادرات المصرية بحوالي مليار دولار. الصادرات المصرية وصلت لحوالي 20.1 مليار دولار السنة اللي فاتت. اللي احنا بنحاول نعمله ندي الأكسجين تاني لهذه الصناعة المصرية. الصناعة المصرية قدرت تعوض فرق هذه الواردات في خلال السنة اللي فاتت، ويمكن في خلال السنين الخمسة الماضيين اللي هي بعد الثورة، في ناس كتيرة اتجهت إلى التجارة وتركت إلى الصناعة، فالتجارة أسهل. مستقبل مصر لن يقوم غير على الصناعة وغير على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وده اللي احنا بنحاول نعمله تاني. ففتح المصانع الكبيرة بيفتح حواليها صناعات مغذية، بيفتح حواليها مشروعات صغيرة، وده الأمل اللي احنا بنحاول نرجعه تاني، لأنه هو ده المستقبل اللي احنا بنبص عليه. لما نيجي نبص على استراتيجية وزارة التجارة والصناعة اللي احنا يمكن أعلناها من أكثر من شهر، بتقوم على 5 محاور: التنمية الصناعية، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنمية الصادرات، التدريب الفني، والحوكمة والتطور المؤسسي. أنا هحاول يمكن أتكلم ببساطة كده على بعض المحاور المهمة اللي هتفيد المشروعات أو ليها علاقة مباشرة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الاستراتيجية. لما نيجي نتكلم إيه اللي احنا عملناه بالنسبة للتنمية الصناعية. التنمية الصناعية، ودي داخل فيها طبعا جزء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن يمكن المشروعات الصناعية لما نتكلم على المشروعات الصغيرة المتوسطة أكبر وأشمل من الصناعة، فدخل فيها مشروعات تجارية، دخل فيها بعض الأعمال الحرفية الجميلة اللي احنا شفناها في المعرض النهاردة. سنة 2015 كل الأراضي الصناعية اللي نزلت في مصر كانت حوالي 2.6 مليون متر. السنة دي احنا نزلنا 13.6 مليون متر، طبعا فارق كبير جدا نتيجة نقص الأراضي اللي نزلت في خلال الفترة السابقة. من أهم القطاعات في مصر بتستحوذ على أكثر من 85% من الناتج القومي، سواء هي رسمية أو غير رسمية. احنا بنعمل كتير جدا لهذه المشروعات الصغيرة، يمكن الجهود شوية متفرقة، وفي يمكن جزء من عدم التواصل الكافي اللي بيسمح للناس اللي عايزة تقوم بمشاريعها. فيمكن الحاجة الكويسة في هذا المؤتمر انه اتعمل معرض لكل الصناع الصغيرين اللي بيكونوا مثل لغيرهم. كل أجهزة وزارة التجارة والصناعة هنا، سواء مركز تحديث الصناعة، التدريب الصناعي، الهيئة التنمية الصناعية، صندوق الاجتماعي.